شكل اخر ديال الكندوره والجلابيب وهما انا كنفضلهم في رمضان، كيجيو انيقين وكيجيو ساترين ديال الحشمه وديال التفركيس بجوج. عندي 3 متر ونص هي اللي صوبت فيها فاطمه الزهراء، 3.5 طول ومتر ونص عرض، طوينا على جوج 3.5 بقات متر و75. غادي نطوي دابا العرض ديال التوب، ولكن هنا غادي نعطيكم اقتراحات اش من توب باش بغينا نخدمو، واش من شكل بغينا نخدمو. غادي نقول لكم بانه بغينا نخدموها حتى لهنا ونكملوها بباند، كيبان غنخدم الطولت لكم حتى لهنا ونكمل باندا طويله باش يجي لكم داير بوفون، يجي لكم بوفون على لافوند ولافوند تكون لاصقه. التوب اللي غادي تخدموا بها ممكن تخدموه ديريكتومون بليكرا كامله، ممكن تخدموه بشي توب يكون حريري لاسوال فيبرال توب، توب اللي يكون مرخوف مرخي تيضرب تيجي معاه الدغاباج، الدغاباج هما البليات تيجيو فيه البليات. وديروا الباندا ديال الكمام ديروها من الكرا، اولا ديروا باندا الكمام مجموعه لاصقه، ولكن الا كان التوب ماشي الاستيك خاص ديري فيها السلسله او الصديفات باش تلبس. دونك غادي نخدمو حنا على اساس عندنا توب ديال الكرا وغادي نخدمو. اول حاجه شحال فاش بغينا نخدمو هاد المسافه يعني ديال هنا غادي نحسبها. انا غادي نقول لكم عندي من هنا في الكم ديالي 40 كمثال، على 20 تاع الكتف ديالك هي 60، دونك هادي الطوي هنايا 60 سنتي. ها هادي ما بغيتوهاش عريضه بزاف باش نقصو شويه الارض، ها 60 نحسبوها بالمسطره باش نشوفو هذاك الشيء واش غادي هو هذا تقريبا هي هادي. دونك الطول ديال هاد الكندوره نقولو فاطمه الزهراء هي الطويله فيكم، غادي نديرو ليها تقريبا 140 ياك، نديرو 140 ها 140. التقويره ديال العنق شحال نديرو فيها باش تجيكم ساهله في اللباس بدون ما تحتاجو لا فتحه، حيت ليكرا هادي دابا تنقولو ما غندير فيها لا طرطقه لا صدفه لا سلسله، غادي ندير 10 في التقويره على جوج، والامام كيبان بنتي والامام غنديرو 10 على 12. غتقول لي لا تجيني مهرتله لا تجيني كبيره لا توسع هذيك التقويره، غادي نقول لك الفينيسيون ديالها غديري ليها فينيسيون من البيي ديال التوب ديال الميكرا وغادي يجمعها لك، ولكن من الافضل تكون كبيره ويجمعها البيي ولا تكون صغيره وتقعدي انت تلبسي فيها وتتجبديها على راسك. دونك هنا غادي ننزلو ب 6 سنتيم حتى 8، نلاقيو هذا الخط نحسبوه هنايا العرض ديالكم ديروا فيه 20 فيه الخياطه 18 زائد 2 هي 20. دائما باش تجيك هذيك الكندوره اولا هذيك الفراشه الا بغيتي تسميها فراشه تجيك مليحه وزوينه، خذي ليا في الجلي اقل ما يمكن 38 40 42 الماكسيموم 44، حنا غادي نخدموا ب 40. غادي نلاقي هذه هنا ندير غير قويسه ندخل هي ب 10 ونلاقي هاد المسطره وندير نفس العمليه اللي درنا في الكندوره الاخرى، نعاود ندير هنايا 20 ونهبط ونبدل فيها التقويره دي. هذه راه سامبل البنت خفيفه وظريفه. دابا هذه مفهومه الباندات شحال غادي نديرو فيهم، غادي نرسمهم لكم في هاد الورقه هذه باش يبانو بوحدهم، وغادي نوريكم فين تخرجوهم. دائما التوب دابا راه الاستيك في هاد الاتجاه يعني كيتجبد هكا. هاد الباندات غالبا الدوره اليد ديالنا هنا تعطينا ديك 36 34 هي اللي كتكون فيها. دونك حتى حنا شنو غادي نديرو، غادي نشدو واحد المستطيل نحسبو هذيك 36 واش هي هذيك نيت 26 انا شكيت فيها. دونك غادي نديرو هنايا 26 زائد 2 يعني هاد الدورة ديال البغا هنا تتكون فيه 26 28 24 على حسب اليد كل وحدة وعلى حسب اليد. غنديرو 26 زائد 2 طول، حنا حسبنا 40 في الكم ياك هي اللي قلنا، خاصنا 20 للطول ديال الكم، تنحسب هاديك ال 20 في المسافة هذا هو الطول ها 20، كندير زائد 2 ديال الخياط، ممكن ندير زائد 4 تاع
باش يكون شويه لكم البنده كبيره باش يولي لكم تيبان ضغاطي لكم تيبان بوفكم. هذه المسافه هي صوبناها تبتي تيرا هكا، يعني هذا الشيء اللي كان لي دونك دابا هذا تبتي تجبد هكا. كنجي لهنا كندخل فيه ثلاثه د السنتيم لاقيها معانا كيتقطع ثلاثه د السنتيم ونقطعها. غادي نقول لكم هاد التوب حاولوا يكون من هنا الجهه مسدوده باش تجيكم البندام فينيا، تجيكم البندام دوبلا وفينيا بحال هكا. دونك هنا يكون الجهه متنيه، هاد اللي تحت هادي يكون الجهه متنيه. فين غنخرجوا هاد البندات؟ ها لي سباس هو تيبقى عندنا هنا. غادي نحيد هادو ما تيبانش. بون ها 26 ها 24 ونعاود 24 اخرى للفوق. هادشي حيت انا ما بغيتش نقطع هاد، تنقص هنا ثلاثة، هنا ثلاثة هي كاينة، ثلاثة هنا وندير لها. دونك هادو جوج باندات، هادي غادي تطوى. خدمتها هنايا باش نخلي لكم هنا إلا بغيتو ديرو فيها قوية. شي علاش ما بغيتش نوصل قطعة أنا أصلا هادي بغيت نعتمد عليها باش نخرج لكم إلا بغيتو البليات شي بليكخو ولا شي تكريش مع العنقنيت ديال القطعة. عاد غندخل لكم قطعات أخرين في هاد اللبسة. دونك هادي درناها سامبل، هنا نخرج فيه قب عادي اولا ديري شار اولا شوفي انت شنو بغيتي. الا بغيتي غير البيي راه ممكن تفيني به الكل، كي قلت لكم في الديبار غير بيي وتفيني به الكل. دروك بغينا ندخلو بليات مع هاد الكندوره. رسمنا هاد المسافه عليها كنزيد عليها 6 سنتيم اولا 8 ديال البليه، فهمتوني؟ كتبان بنتي هانتي نعاودها لا اصلا هذا ما نحتاجوش نزيدو. حنا غير بغينا شي حاجه شي حاجه تاع التفركيس بقى، ولا امتى ديري البليات الا كان شي توب تيلصق تتعاوني بهذوك البليات تعاودي لي يبعدوا عليك التوب ديالك باش ما يلصقش عليك. بون ها حنا ها الخط الوسط هو هذا، هنا راه الجهه مسدوده رسمت في السبوره، هذا هو المنتصف. كحزتو ب 6 سنتيم حتى ل 8 ممكن ديري 10 على حسب التوب اللي عندك والبليات اللي بغيتي. تتخلي هاد التراساج نفسه الا حاجه وحده كتبدل هو هاد الجلي ممكن تنقصي منه. حيت الجلي باش تبان زوينه في اللبسه ما تكونش عريضه. غادي نقطع دابا تمني مقاس مقاس وغادي نقطع تمني مقاس. غادي نفصلوا دابا هادي هكا، وراه ممكن ديروا كي قلت لكم ماشي ضروري ديروها كلها كلها، تخدموا غير بلي بليك خو، أنا غنوريكم الشكل ديال لي بليك خو. غادي نقطع دائما التخويرات الظهرية الأولى، نعزل الخلف والأمام، ونقطع التخويرة ديال الأمام. كنشدو هذا البليك خو هنايا شحال درنا في هذه المسافة؟ قلنا 8 سنتيم هنا، يعني كاينة 8 سنتيم هنا. راه كي قلت لكم ممكن تفرقوها بليات صغار، ممكن ديرو فيها غير داك البليك خو، تيكون بلية وحدة وتطويها. تبقى مطلوقة لتحت. باش يتشد هذا البليك، كديري ليه انتي هاك في الخياطة. ها 8 سنتيم هي هادي، كتنزلي عليه بواحد الغرزة واحد 6 ولا 4 سنتيم حتى 10، المهم انتي ما توصليش لصدرك وما يقربش ليه باش يبقى ديما بعيد على الصدر، باش تما تيتحل الثوب وتعطيك العرض للصدر ديالك، يعني على ارتفاع الصدر تنهضر دابا. غالبا راه كتكون ما بين 26 حتى 30 هي اللي كتكون في ارتفاع الصدر، كاين اللي كتكون عندها 34، المهم حاولي من تحت التقويرة خيطي غير ديك 6 8 سنتيم با بليس. ملي كتخيط هادي ديك الساعة راه كتصلحي هذا هاكا، هادي راه مخيطة دابا كنعتبرها أنا مخيطة، هادي راه كتكاسيها هاكا وتتعطيك هاد لاخر. ملي كتخدمي القب أولا البيي راه كتشدي بيه هداك البليك خو من الفوق، وديجا راه معاونة في الخياطة اللي خيطنا بها دابا، تتعطيك هاد الفورم. نفس الشكل تخدميه في الظهر، لاقي الكتاف، البنداية غادي نفصل هادي اللي عندي هانتوما باقي شادة، ونخرجو قبيل من هنا.
بون غنعتبرو دابا الظهر حتى هو خدمنا فيه بليك فوم، هاهما تخيط. هاد الباندا كيفاش غادي تخدم؟ هي نورمالمون هي هاكا دايره، كنشدوها في الماكينه كنخيطوها هاكدا. شوف البنتي الا ما كيبانش يبان مضرك قولي عليا، كنخيطو هادشي اللي كنديرو دابا بالتنقيط كيبان؟ كتخيطي هادي تا كتسديهم وكيتقلب تدخل نص في النص، كتعطيك ديك الساعه هاد الفورم كتخرج مسدوده من هنا ومدفونه خياطه ما باقيش كتبان، كتجي فيني هادي هي اللي كدوريها هنا. انا اصلا حنا خدينا فيه 20، ملي كتبغي تخيطي مع هاد البنضه هادي راه كلشي كيعطيك تكريشات هنايا وكيبقى لكم من فوق، يعني كتزاد هاد البنضه هنا. القب هو هاد الطرف اللي شايط لكم هنا، قب او لاشال او لا كي قلت لكم تفينيوها نتوما هنا، راه تخرجي القب ديالك وراه تركبيه مع التقويره. كبرنا التقويره راه درنا فيها 10 على 12 القدام، يعني ديك المسافه اللي كديروا التقويرات الامام زائد التقويرات الخلف راه غتعطيك شي 30 في هذا، باش تجي عليك سهوله باش تلبسي القب ديالك. الى شحال الوقت بنتي تم؟ 11 دونك نديروا فيديو اخر. بارك على هذا.